بسم الله ما قاعد وما خلص بعد مسك الناس عم تدوسي عقل سجلت ليسكون كنا من الأرض ما نتوفر السنة سا امتحان كشهادة وحن بتشيلنا امتحان كسنة أخرى لا أنا ممكن أقول السنة امتحان كاس وسارة ده أحمر عشان راح أوضر يا سنة كاولو سيد كلام كأدي كنا كل كلام حاجة كده من هذي ما أنت دران كي فرح هذا اللي مسوا كوبي كراها يعني كي وحبر شو الله بيه تبص نسوا وذي أيام ما أنت شايف ميريا سبت ذا الله بيه لا تنك تشون ما أنت واحد جوده هن سمالي اللي انكبل عن ماي امتحان كشهادة إيه فصل هذا أفراد إيه دكسية ده سرية فصل هذا سيدي ده دكسية ده هو صدحه قبل كجبيلي وح أوفر يست امتحان كشهادة أردي دان لبكون تدوب بقول يسقال يا أفرتان أردي وسكو كشرا فصل هذا أفراد إيه دكسية ده سرية فصل هذا سيدي ده دكسية ده هو صدحه قاركم إذا أردي ذا والله الله تلفزيون كسي بي اي ايا كور بحي درين كوغا بسم الله ما قاعد وما خلص بعد ما سكنت سمعت الدوسي قال سكنت ليسكون كنا من الارض ما نتوفر السنه سا امتحان شهاده وحن بتينا امتحان كاس نوفل انا ممكن اقول السنه امتحان كاس ما قاعد ورحمه العلمي وحن كسعد الدوسي قال سكنت ليسكون وحن ارض سنه كوفر السنه امتحان هذا كشهاده قرت ضمان ومد سومالاند وحو رجينا يا قول هيان كده سو دهر سو ودني وحن رجينا انه نقضى من بردله او قروح بدن وسارة ده أحمر عشان راح أوضر يا سنة كاولو سيد كلام كأدي كنا كل كلام حاجة كده بنا ما حكى سعد دوكس عيال سجن تريسكو ترى إنك يقول عيال مسك هو بكرة إحنا قولوا رشينا عندما نعطي ده وفرسون سعيد حاجة قرن كسومال لا ما عايز ورت واسم حسين عبدي وحكى سعد عيال سجن تريسكو ما أنت ما كفر أحسن عين وين نابلة ما تحكي شيء هذه يا سويني مدة بدن آه عمي يا أدبان وفر أحسن عينا المانتا عن كوكا من الدوكسيين بسم الله ما قاعي هو مرة نحن إسماعيل كان صعود الدوكسي قصرية قل حسين دري إسكول مانتا دران كيغي فرح هذا اللي مصو كوبي كرو هايان كيغي وحبر شو الله بيه تبص نصو وذي أيان مانتا شاف ميريا إن شاء الله أنا هي عرضي ده قبل كقبلي وحرشين إن أي مانتا إفر إسان سايتحان كشهادة إن الكوة ضبحنا أي ستار إن شاء الله سكري وانا وهي ما قاعدين محمد بنت عليه إن ساكو هنقول إن ده تحانك الشهادة جي وأنا قريب كم إذا حان كلام مستقبل كيجي والله بيتون سنة أمريكا سو سوقيني لبي تون سنة نام سو سمريني بركا ما تو حرجينا الرهان تدين ونقوم دورنا تحان فضت تحان شلر سو إيسيا بركا إنك سو تحان كل نحن تسيسكلي يعني هدرو حرجينا نقول إن شاء الله لما تينو حاول حرجينا أي ستار نكين دونه een rajadeedna aad iyo aad u fiican tahay dareenkayna aad iyo aad u fiican yahay maadaama 12 sano aanu soo sabrinay marka aad iyo aad u faraxsanahay saaxiibka screen waxa uu soo kala qosamay saaxiib dhinaca kale maamulka gobolka Gabiilay iyo ka degmada masuuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo maamulka jaamacadda Timcade ayaa si rasmi ah ugu furay ardayda imtixaanaadka maanta u fariisanay gobolka Gabiilay iyagoo sidoo kale kormeer ku soo maray dugsiyada uu ka qabsomay imtixaanka shahaadiga ah ee Somaliland maanta magaalada Gabiilay jaamacadda Timcade oo xil saaran ilaalada ardayda u fariisanaysa imtixaanaadka fasalada 4 ee dugsiyada sare ayaa sheegtay in lagu xiray goobaha ardaydu imtixaanaadka u fariisanayaan qalab ridaya aantayga moobilka si ardayda looga hortago inay isticmaalaan moobilka waxa dugsiyada sare waxa gelaya gobolka 8 iskuul oo gobolka oo dhan gabiilaya 8 da iskuul ardaydu dhamaan waxa isku tahay 1290 arday dugsiyada dhexe iyaguna gobolka gabiilay gelaya waxa weeye 23 iskuul oo gobolka ku yaala weeye dugsiyada hoose dhexe oo tiradoodu tahay 1500 marka labadooda la isku daro waa 2764 waxaan leeyahay ardayda imtixaanka gelaysa gaar ahaan ardayda fufurada waxaan leeyahay hambalyo waan idin duceynayaa Ilaahay imtixaanka idin dhib yareeyo ka jaamacad ahaan waxaa la nooxil saaray ilaalinta iyo isku dubaridka imtixaanka waxaan idin ugu ballan qaadaynaa ka maamul ahaan jaamacadda in aanu goobta wax lagu qaadayo aanu deganaanshiyo inay noqoto aan ku dadaalno ardaydana waxaan ku boorinayaa in iyaguna ay ku galaan deganaanshiyo iyo farxad imtixaanku waa imtixaanadii hore geli jirteen waxaan idigu ballan qaaday uu ka dhibir yahay marka inaad si deganaanshiya ku gashaan ayuunba muhiim ah hawsha loo jago dardaaran iyo duco weeyaan waxaan u ducaynaa ilaahay imtixaanka u fudayo mar labaad waxaan kula dardaaranayaa ardayda inay isdejiyaan oo ay ku dadaalaan
إن قبل كوجا إيو تعرف كيف فرح بدنا وارد سوق اللي يي قبل دد دوردو سوق اللي سي إن موتشي أنا صفف كوارك كم وضن ثانا كلي مرك أرتجا قف لقول هذا هو امتحان قف كويس كنا ها امتحان كم امتحان كم يعني هي صار نحذبه وطا لكن وش جينا إن يستجيان أو دكان شكو قالان وحقش قال رادنا إن قصصنا كا موتل أسوان أركنا اللو ريتي شام على الجوري شيء أرتي سكندريكا أرك أسعار في عيا هاي أو هم بليو يدعو درنا جودهان أرتي ذاك الدوين صار لما يستي وقت جودي وحبرش ده هذي تاي دوسية ده هاصل ده هي دوسية ده سر ما أنت امتحانات كوفري سنة يا وحلا إن هاي أدي أد بعد أقوم هسنتي إنه يدكو هم بليه إن الدال كأساس ما يسان وحنا إذا كنت عين إن امتحان كاد ما أنت وفر السنة سنة إنه إلى هيدن كقوليه سجارة أردت قبل كجبلي أو دكسية ده هاصر ده حنا ما أنت وفر السنة يا كم بقول يلا بيا سجاش نرضي كم بقول كل شم بقول يا أفر يا كنت نرضي دكسية ده هاصر ده وفر السنة يا دكسية ده سرة نا وفر السنة يا كم بقول يلا بيا سجاش ودهان أردت داسي ونود عين إن sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo shaqadan iyadu runtii mas'uuliyadeeda leh waa shaqada iyadu culus oo waa sidii doorashooyinka kale waliba tan deemud doorashadu maalin uun bay ku dhamaataa tan imuday soconaysaa oo 4 cishe iyo wiig iyo bay soconaysaa hawsha ay soo diyaariyeen ee saacadu ka wada bilaabmasa guud ahaan dalka saacadna ka wada dhamaanaysa aad iyo aad baan runtii wasaaradda ugu hambalyeynaa in wasiirka iyo dhamaan wasaaradda iyo wasiirka xigeenka iyo agaasimaha iyo dhamaan howlwadeenada wasaaradda waa ugu hambalyeynaa inay ku dhiiradeen in ay imtixaanka la adkeeyo si dhalinteena dambe ee soo baxaysa ay waxbarashadooda u laban laabaano ay ogaadaan in aanay jiri doonin hal meel oo goldoloolo oo laga soo galo marka imtixaanada dugsiga sare la galayo waana guul ino soo heeyay sikriyeen ibraahin television ka cba gobolka gabiley